اسم المصري محمد صلاح. تضمنت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده إلى جانب طبعا البلجيكي إيدين هازار والأوروغواياني إديسون كافاني. فيما ستكون القارة الأفريقية ممثلة بثنائي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني والمصري محمد صلاح الذي يبقى اللاعب العربي الوحيد المرشح لنيل الجائزة.